سؤال آخر طيب من البرنامج بيقول: مين الممثلة السورية اللي اعتمدت على جمالها وبتقلها عرضي أزياء أحسن؟ كمان في بس عرضي أزياء مش يعني شغلة عاطلة، بالعكس مهنة أخرى. بتوقع الناس ممكن تعرف شو هي إجابتي أو تتوقعها. ما قلي ما رح أول حرف من الاسم ولا رح أذكر حرف أبدا، والله بموت ولا بذكر حرف أبدا. هذا الجواب تعرف شو رح يعني؟ قطيعة مع ناس لطيفين أنت ما بحاجة أنك تعمل قطيعة معهم، إهانة إلهم غير مبررة هلأ رح تكون، وشيء أنا ما رح سامح نفسي فيه هلأ بصراحة أبداً. مع أنه بالبرنامج قيل أنه هالبرنامج سبب لك مشاكل كتير، سبب مشاكل كتير، واعتبرني هلأ عم باخد دروس مستفادة من اللي سبب لي أكلناها لو سألني قبل أكلناها. يعني حتى قيل أنه في خلاف بينك وبين نسرين طافش صح؟ لأنه نذكر اسمه أكثر من مرة. لا، الخلاف بيني وبين نسرين كان من قبل هذا الموضوع، بعدين أنا والله ما أسأت لها بالبرنامج، وأنا حكيت مدحت جمالها ومدحت حضورها، فعلا بنت حلوة كتير، وهي بالمناسبة نسرين يعني ممثلة جيدة، أنا بحبها كتير، وعملت أدوار حلوة ومجتهدة على نفسها وبتعمل شغل ما. بعدين عملنا يا أخي عملنا شراكة حلوة بمسلسل اسمه شوق، كانت شراكة ظريفة جدا، وحتى كواليسه للمسلسل كانت حلوة بيناتنا. وانا ونسرين الحقيقه مثل الديوك، يعني بنتناقر بنتصافى. وهلا شو وضعك؟ الماضيه كانت هيك، ما عم شوفها صار لي فتره طويله، هي بمصر حاليا. بس والله انا عليك لكون صريح معك، كنا بعز دين الـ يعني الهيك المشاعر الاجريسيف، يعني خلينا نقول هي في تشنج بيناتنا. وصلتني منها مسج والله دمعت عيني وفرحت بهالمسج قد الدنيا. شو قالت لك؟ كنت بالكورونا وكنت بوضع سيء جدا، انا صابتني كورونا كثير شديده ولحالي، وكنت معزول بغرفه باوتيل وهيك، بعثت لي مسج من الطف واجمل ما يكون، تمنت لي فيها الخير والشفاء، وكتبت لي كلام جميل جدا جدا والله العظيم. وهذه المسج يعني عطتني درس لروحي أنا. حلو. مع نفسي، فأنا بدي وجه لها تحية كبيرة كتير، وبدي إلا شكراً لأنه هي حدا طيب جداً. بالفعل. طب على شو كنتم متخاصمين؟ شو المشكل كان؟ ما بدي أدخل بتفاصيل يعني. باختصار شو؟ في شيء أحياناً سخيف وفي شيء غير سخيف بالمهنة، ونحن أحياناً في تفاصيل إلى علاقة بمواعيد التصوير وبالقصص، وتأخرنا وتأخرت وتأخر فلان وتأخر، بس إذا بتجي بتطلع بعدين على كل هالتفاصيل جملة مع بعض البعض، بتلاقي إنه يمكن الواحد كان لازم يكون واعي أكتر، أعلى من قصة إنه مين ما بيلتزم بالوقت أكتر، أنت أو أنا؟ أول واحد ما بيلتزم بالوقت، وهي يعني وهي كمان راح العمل، كلياتنا عرفت كيف بتصير القصص، فالمفروض نحن نطلع، وهذه قصص بتصير مع الوقت بصيروا الناس أحيانا أكثر هدوءا وأكثر وبينضجوا رصانة، ليس فقط في الحضور وإنما رصانة في الأحكام وفي المواقف. يعني اليوم إذا عرض عمل بيجمعك مع نسرين بتقول إيه؟ إذا العمل حلو بلا تردد فورا. والسؤال الأخير اللي اخترت لك إياه من أكلناها بيقول: إذا بدك تتبرع بالدم لشخص واحد، هل بتتبرع لفلسطيني مصاب عم يقاوم الاحتلال الإسرائيلي أو لجندي سوري مصاب بالحرب السورية؟ أنا بتبرع لاثنين حقيقة. شخص واحد؟ شخص واحد تبرع للجندي السوري المصاب بالحرب السورية. ليه؟ لأنه هو الجندي السوري اللي هالدم اللي راح منه راح منه يعني ليحميني ويحمي عائلتي ويحمي أهلي. لحظة من اللحظات نحن كنا مقبلين على حالة من التفكك والانهيار، هذا الدم اللي حمانا للحق، وهذا ما بيعني أبداً أنه الدم الفلسطيني مانو غالي علي وغالي على كل السوريين. بس أنت بتتبرع لكن أنا بتبرع للجندي السوري.